كيف ما شفتوا الزيارة ديالكم ملعب العبدي، عرف مجموعة ديال الإصلاحات تراهم سواء الشاشة البانو دافيشاس سواء المستودعات ديال اللاعبين سواء على مستوى الإنارة، وهذا الشيء تجي في استراتيجية ديال الجامعة الملكية المغربية. مشكور السيد رئيس فوزي القجع بإعادة الهيكلة ديال البنية التحتية حتى تكون ديما حنا عندنا المغرب كيف ما عرفتوا مؤخرا على المستوى الإفريقي هو الرائد يعني على مستوى البنية التحتية، وهذا الشيء ماشي غريب. وهاد الاصلاحات ما يمكن تكون قيمه مضافه سوى الاقليم سوى المنشات اللي هو المغرب اصلا عنده ديال البنيه التحتيه في التظاهرات المقبله، على اساس انها تكون زياره من بعد ديال الوفد من الكاف، على اساس باش يكون من بعد لومولوغاسيون ديال الملعب العبدي باش يكون جاهز لملف اي تظاهره وطنيه او افريقيه. بالنسبه للمرافق يعني الاصلاحات كيف ما شفتوهم هي مازال مستمره، كما كتشوفوا البانيل دافيشاس كاين لي فيستير، كاين بالنسبه للصحافه كيف ما تطرقنا لهم اعاده للاصلاح ديال المنصه المختصه بالصحافه، على مستوى الاناره الملاعب التدريب مجموعه ديال الحويجات اللي مازال في الطريق، وهذا الشيء اللي يمكن الا يعطي اضافه لهذا الجوهر اللي حنا كنعتبروها بحكم التواجد ديال هذا الملعب، التواجد ديالو قرب من البحر والجماليه ديالو، هذا الشيء يمكن لا يعطي اضافه. وانا مع احترامنا للجماهير كامله هاد الاصلاحات اللي تهم المصالح مصارف المياه هي كتقام بصفه دوريه، غير بالدور ديالنا حنا دابا هما الاصلاح هما كيداروا دابا خاص المحافظه عليهم، لانهم هذا الملك ديالنا الملعب ملك الجميع، كيف ما كيتصلحوا دابا ما نبغيوش نلقاهم بعد واحد مقابله ولا اموع وثاني يمشيوا. هذا المصلحه ديالنا كاملين خاصنا نحافظوا عليهم، وهذه المسؤوليه ديالنا حنا كاملين، وحنا مع الجمهور هذا الملعب ولا هذا الحله الجديده الا وهي ملك الجميع.